أن أي غارة جوية بسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليها حتما، ولكن بشكل مناسب ومتناسب، لأننا نريد أن نخدم هدف حماية بلدنا. ردنا يوم أمس مرتبط بالغارات الإسرائيلية المباشرة التي حصلت على جنوب لبنان للمرة الأولى منذ 15 عاما، وردنا له أداء واضح وهدف واضح. نحن لا نبحث عن حرب ولا نريد الذهاب إلى حرب، ولكننا جاهزون لها ولا نخافها ولا نخشاها، وننتظرها في كل يوم، وسننتصر فيها إن شاء الله.